غريب يا غريب، يا سليب العمامة والرداء، يا حسين يا حسين، يا حبيب الزهراء، ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ولقد مررت على منازل من أهوى وفيض مدامعي قفر وسألتها يا لو أنها نطقت، أم كيف ينطق منزل يا دار، هل لك بالرحل خبر؟ وأنا لمعالم خبر، أين البدور بدور سعدك يا مغنى، وأين الأنجم الزهر، أين الكفات ومن أكفهم بالنائبات لمعسري يسر، أين الغيوم الهائطلات، أين الحسين، أين أخي الحسين، أين أولاد الحسين؟ هذا يمر على دار الحسين يرى تلك الدار خالية موحشة، كما يقول الإمام زين العابدين ليس بها إلا الأرامل والأيتام. يسأل الدار أين البدور بدور سعدك يا مغلا، وأين الأنجم الزهر، وأجابته الدار قالت رحلوا، وما وأبيك بعدهم للنائسة بعين ولا زبر، وأبكي اشتياقا كلما ذكروا. ترايكم ترايكم أمر بدياركم والعي تراكم، عليك ونائر اللي بقلبي، ترايكم خويا يا ابو علي، خويا يا ابن امي يا ابن امي، خويا متى تعودون وعيوني، ترايكم وتعود ايام نجار زهي. الحسين في كل سنة يطرق باب الحسين يقول شعرا
يقول أنت حسين وبالصعاب حسن يا أبا عبد الله، بعتك نظم له القبول الثمن، غيرك من يمنح الرجاء بمن؟ سيدي أبا عبد الله يا ابن الزهراء، ما خاب من رجاء من الباب من دون بابك الحلقة، أكرمه سيد الشهداء وأعطى عدة مرات، في مرة من المرات أعطاه 4000 درهم وقيل دينار، والحسين اعتذر من ذاك الرجل قال خذها وإني إليك معتذر، ولفها بعبايته. ما كفاه الحسين، جاب عبايته وخل الدراهم وقال له خذها روح، خذها يا يا وإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. ويا 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 بكى الإعرابي، سأله الحسين عليه السلام لم تبكي، هل استقللت المال؟ قال لا يا سيدي، المال كثير ولكن أبكي على هذا الجود، على هذا الكرام، على هذين الكفين السخيين، أبكي عليك يا أبا عبد الله. اليوم أنت موجود لكن أخاف تدور الليالي والأيام ونجي وما نلقاك، وفعلا دارت الليالي والأيام. كل سنة يجي للحسين، ذيك السنة هم يجي على عادته، لقى باب دار الحسين ذاك الرحب الباب الوسع اللي عليه الوفاد رايح جاي، لقى باب دار الحسين مقلوق الباب، طرق الباب وإذا بيتيمة قالت من الطار؟ قال لها سيدتي أنتم أهل البيت، ما تقولون لمن طرق بابكم من الطارق؟ أنا وافد أريد سيدي الحسين. قالت قيف ذهبت، قالت عم هذا رجل على باب دار أبي الحسين يريد أبي الحسين. تقول الرواية أقبلت مولاتي قالت أخ العرب الحسين في سفر. قال سيدتي أبقى يوم يومين ثلاثة. يرجع الحسين؟ قالت لا أسبوع شهر. قالت له ما يرجع الحسين. قالها مولاتي أنا مطلوب ومواعد على جيتي وروحتي للحسين، وأنا عندي بعد يعني مشاغل تركتها وجيت وعندي عادة يم الحسين. زين مولاتي أبقى شهر أكثر أقل. قالت له ما يرجع الحسين. قالها أبو فاضل أخوه موجود؟ قالت له لا. قالها وليد علي ابن أخوه قاسم أولاد أم البنين؟ قالت له ما موجودين. قال لها سيدتي اخبريني ما صنع الزمايل بالحسين. قالت ما جور يد تنشد على حسين، على حسين، على حسين، غدا الوافد وذاك العهد وين أخوي اللي قصدت بكربل رهين رهين، والله دفين انا عيني تصد على المجبلين يا اخوي، يقصد ببالي وياهم حسين كل من لها غايب سنة اثنين، وانا غايب ما يرد بالحين. لما سمع لطم رأسه قال سيدتي قتل الحسين؟ قالت بلى. أراد الانصراف يا شباب، إلا أن مولاتي قالت قف أخ العرب، نحن أهل بيت،
ما قصدنا قاصد ورجع خائب. جاءته بمبلغ من المال وأعطته لأحد اليتامى وقالت خذ هذا المال وامضي إلى أهلك. لكن قالت لا أريد أوصيك وصي. قل للوفاد بعد لا يجون، لا واحد يجي دقبابنا، الحسين ما موجود. عاد هي مولاتي رجعت ونعت الحسين، خويا اجت يم وافد بوافد متعني ويدق الباب. قلت ليش نو انت؟ يقل لي معتني طلاب. قلت لن كانك لحسين، وين حسين ظلك خاب؟ رد الهلك يا الوافد وانصب لك عزا ونعا. رد الهلك رد ردود واخبر الوفاد، قلهم لا تجي وفاد، قلهم صيف المروح. على كل نهاية تعزية ليالي باسم مولاتي أم البنين، أي والله الليالي هاي باسم مولاتي أم العباس بأبي هي وأمي. على كلنا نجيت وأريد أقرأ، وهذا ببركات مولاتي. على كل أحبابي هذه مولاتي زينب سلام الله عليها، أقامت العزاء بعد كربلاء وكانت تقسم ليالي العزاء. مثلا ليلة من الليالي عد مولاتي أم البنين، ليلة من الليالي عد مولاتي الرباب، ليلة عد مولاتي نعم ليلى سلام الله عليها، وهكذا مولاتي رملة بأبي هي وأمي. وكل ليلة يقيم أن تعزي وينعن الحسين سلام الله عليه. وتعال شوف كل وحدة تحن وتذكر وليدها، بس مولاتي زينب هي تجي تريد تسلق قلوبهن كذا، لأن هي أم الصبر وهي المصيبة كلها عليها. على كل مثلا تروح يا مولات الرباب هي تنقل، تقول أشوف الرباب تتعب من البكاء، هن ما عاشن أبدا. مثلا مولاتي زينب تقول الرواية أكثر شيء عاشت سنة وسبعة أشهر، مولاتي الرباب سنة ونص. على كل يقال أن مولاتي أم البنين عاشت 4 سنوات. على كل تقول مولاتي زينب أجي للرباب أشوفها تبكي كذا، بعدين تتعب تغمض عينها تسلهم كأنما تفز مرعوبة تركض ألزمها قلها رباب وين؟ تقول لي مولاتي أسمع وليد الرضيع يبكي، أسمع عبد الله يكلمني. الله يذكر بالخير ذاك اللي يقول عن مولاتي الرباب، الرباب أم الرضيع تقول عوف النوم وتوفزع بحالات النوم، حسبالي بكى وليدي وقعد يرضى. أثارت حلم بصوته ولويت على المهد جيدي، قمت لأن المهد خالي وزادت حسرتي وعيني على وليد الطفل تدمع. على كل وهكذا ليالي العزاء بدار الحسين سلام الله عليه. أو تعال شوف أم البنين صاحبة هذه الليالي، هذه الأمرأة اللي بكاها الإمام زين العابدين لما بلغه خبر وفاة أم البنين. جاءه الفضل بن العباس سلام الله عليه، قال سيدي ومولاي إن أمي إن جدتي أم البنين توفيت. فقال الإمام زين العابدين يوم حزن وأسى، بس تعال قل لي شلون قضت هاي السنوات بعد الحسين. هاي أم البنين اللي دخلت دار الحسين أو دار علي بن أبي طالب، يقال وقفت بالباب قالت لأبي الحسن سيدي أدخل أنا إلى دارك ولكن شريطة أن أكون خادمة. قال بل أنت أم الدار. قالت أنا خادمة للحسن وللحسين ولزينب سلام الله عليهم، وعاشت نعم بدار أمير المؤمنين وأول وليد لها أبو الفضل العباس. يقول لما ولد أبو الفضل جاء المبشر لأمير المؤمنين وهو الحسين، قال أبي إن أمي أم البنين ولدت ولد كأنه البدر في ليلة كماله وتمامه. فالتفت الإمام للحسين قال بني حسين بشر به نفسك أولا، إن الله خلقه من أجل خاطرك وتكريما لك يا أبا عبد الله.
ثقوا أخواني واعتقدوا الله خلقكم، خلقنا لخدمة الحسين ولنصرة الحسين وأن نبكي الحسين وأن نعظم شعار الحسين. وبعدين خلي يكون ببالكم ترى الحسين ما محتاجنا، احنا المحتاجين سيد الشهداء، وعلينا أن نجد نعم بطريق سيد الشهداء، وأن نبتعد عن القيل والقال والشبهات، وخصوص هذه الأيام. وبعدين أنا يعني عايش المجتمع وأقرأ في كل مكان بالبصرة، أكو ناس شفتهم حقيقة ظلوا يخدمون من ورق شومهم، عبالهم سيد الشهداء محتاجهم. من شفت النعمة أخواني ترى النعم تدوم بالشكر. شوف هذا مجلس الحسين، والله إذا فرد يوم أسأت إليه أو فرد يوم تكبرت عليه أو فرد يوم شوية شلت خشمك، ترى تنشف النعمة وتروح، ويطيها الحسين لغيرك، الله لا يبلانه. وإن شاء الله تبقى عليكم هاي نعمة الحسين. ينقل لي واحد من الخدام عن شخص أذى ألم كذا، أم اثنيناتهم كأنما في طريق سيد الشهداء، بس هذا شوية تكبر صار في 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 وضع خاص، على كل صار في المشكلة بيناتهم. راح لأبو فاضل قال له مولاي أبو فاضل أنا ما أقدر أسوي شيء، بس هذا بعد يمك سيدي أريد تأخذ حقي من عنده. يقسم بالعباس يقول رأيت أبو الفضل العباس، قال له بعد لا تدير بال هذا يمنه قضيته يمنه. على كل بعد مرت فترة شهر أقل أكثر، هذا ما صار بي شيء، ذاك الخصم اللي قلت لك شوية خربط بأموره، هذا الإنسان المتألم راح لأبو فاضل قال له سيدي ما صار بي شيء، لا بعافيته ولا لا بماله، سيدي أنا جايك شكاية أبو فاضل لا تردني. يقسم يقول رأيت العباس مرة أخرى بأبي هو أمي، يقول بهالعبارة، قال لي أكبر نعمة أكبر شيء أخذنا من عنده. قلت له مولاي ما أشوف شيء، قال له لا سلبنا من عند الدمعة اللي كانت إنه، الدمعة اللي كانت إنه اللي هي تنجي أخذناها لويش مولاي، قال له ما يستاهلها ما يستحقها. فديروا بالكم شباب، احنا نبكي على سيد الشهداء، نتعزى بعزائه سلام الله عليه، نجي للحسين، للحسين نجي بخضوع بانكسار، نتعرى من كل شيء من الغرور والكبرياء، وهاي بعد العناوين اللي جاي نشيلها وأسماءنا وفلان هذا وفلان، لا للحسين تجي خادم مطأطئ الرأس. يا أبا عبد الله مو احنا اللي نقرب المجالس ونقول الزهراء تحضر، إذا نعتقد الزهراء حاضرة فكون نجي بقمة التواضع حقيقة. وبعدين هذا عزاء باسم أم البنين، إيش تصورون فاتحة ومنصوبة لأم البنين، منو الواقف معزب بالفاتحة غير أوليدها أبو فاضل؟ هاي كنا نعتقد بها واقعنا إخواني. أبو فاضل إن شاء الله يسمعنا ويانا قاعد ويسمع التعزية على أم البنين. على كل أحبابي، فهذا العباس الله خلقه لنصرة الحسين، قال ولدي بشر به نفسك أولا، وجاء الحسين وأبيه أمير المؤمنين وجلس عند أم البنين. الإمام قال لأم البنين ناوليني ولدي، أخذه وقبله قبلات مختلفة، قبله على عينه على هامته على كفيه على صدره على نحره. بكى أبو الحسن، التفتت مولاتنا قالت سيدي تبكي لهذا الوليد؟ قال وكيف لا أبكي وإني أرى على نهر العلقم بلا كفيه فضيخ الهامة. قالت يقتل؟ قالت نعم. متى وبأي مكان أي زمان؟ قال في أرض يقال لها كربلاء دون الحسين. بذيك اللحظات وليدها وعزيزها وأول وليد تجيبها هاي الأم فتشت عينها، قالت دون الحسين؟ قال بلى. قالت والله إني رضيت إن ولدي يقتل دون الحسين. وعدت ذاك الولد ذاك الإعداد. على كل أحبابها يوم البنين قدمت أربعة للحسين، وما يوم سمعوها قالت عباس، ولا يوم سمعوها قالوا عون وجعفر. اي نعم، يقال انها سالت عن موقفهم، قالت اريد اسال عن موقف اولادي، خو ما فشلوني قدام الزهراء. روح اقرا بالتاريخ، هذا الوعيد السؤال اللي سالته. فها ام البنين ام الوفاء يا اخواني، عاشت بدار علي مرفوعه الراس، يقلوها أم البنين تشيل رأسها، لكن فرد يوم يجي يا شبابي يصيحون أم البنين تدنق رأسها، تقول لا واحد يقول أم البنين سموني بأم البنين وشلت رأسي وطر، لكن جفاين الدهر والفلك طقني وطر، العمد آه العمد صوب دني
وطايا يا اردون الشريعه فضخ من قمر هاشم هام. انا ما لوم بشير وركز بكبدي ها يا غام. العقل من المدينه لزم درب الطفوف وهام، والفكر ويا القلب صفق جناح وطار. تعال شوف لما دخل ابن حذلم وهو يقول يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. دخل ابن حذلم وقف على ربوة ونادى لا مقام لكم بها. قال الناس يا ابن حذلم أليس هي دار آباؤنا ومسقط رؤوسنا؟ قال بلى، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء والرأس منه على القناة. أيوا حسينا يدار ولنصات من هالجمع الأكبر. هو يصيح الناس ضجت بالبكاء لكن صوت إجها لنصات من هالجمع الأكبر. طلعت مريت تمشي وتعثر صاحت ينعش الخبر إيش المصاب الله أكبر. أثار المرم عباس الأزهر يا أثار المرم عباس لم يقول التفتت لهاي المرة يقول هسه انا اصيح قتل الحسين قتل الحسين هذا زين العابدين نزل برحابكم وعماته. يقول لكن تقول لي اخبرني عن الحسين هاي تبين ما ظل الهراي. قلت من هذه؟ قالوا هذه ام البنين هاي ام العباس واخوانه. قلت قالوا اي نعم. قلت اخبرها باولاده اللي تسال عن الحسين وما تسال عن اولاده خل اخبرها باولاده. عظم الله جرج بجعفر وعون تقل الفدى الحسين يرحوم. عبد الله غدا وياهم فرد كون تقل الفخر رحالة المختار. عباس انشتا يا العباس اش تقولين اش تقولين التوات وتقول قل بقرة العين بجا ودق على راسه وصاح يا حسين. لما اخبرها بالحسين قبل ما يخبرها بالحسين قالت قطعت نياط قلبي اخبرني عن الحسين ما سألتك عن اولادي. فاخبرها بالحسين لما سمعت صاحت وضيعتها بعدك يا ابا عبد الله امشي لي مع عباس. اريد اقرا ختام بس سيد طفي نايل ابويا كله سيد محسن بلا امر عليك ابن الزهراء. امشي لي مع عباس نبر الصورة يوم ردي الضعن للمعمورة. ابو فاضل عليكم امك الزهراء تسمعني. مولاي ما اريد انزل ولا اريد نروح بغير طريق. مولاي اذا مكتوبه النزل اصطرنا يا ابو فاضل
ما اريد نعيش بعدها لحظات يا عباس. امشي لي عباس نبر الصورة يا مردي الضعل للمعمورة. سمعتي عباس من رد الضعل للمدينة وبشر بن حدلم علم. ايش قال بن حدلم؟ قال زينب بلا يزل يايم زينب زينب بلا يزل مردت للوطن. متخيلة ايش كبر هالمصيبة؟ هاي زينب اللي راحت بحماية الحسين حماية ابو فاضل ترجع غريبة سادة. زينب بلا يزل يايم ردت للوطن ورايا فوق الضعن ما يمنشور. الزليم فرعت روسها وصوب العليل والنساء الخبر شايد والدرب عثورة. الصيح بسك يا بشور قلبي انشلع ما تقل يا هو بزين برجع عقب باليمه الشمس وبجوره. ساد موالي نجت مولات ام البنين اجت تدور على زينب دخلت بذيك الخيام اللي نصبها الامام. تعدت ام عباس من زينب ترى اجت للخيمة الصيح احسين يمه احسين يا ابني يا ذبيح وين زينب وين يم قلبي الجريح. يمه يا بنت فاطمة مأجورة تعدت ام عباس تعدت ام عباس من زينب ترى وتنشد النسوان يا هي المره. ويلاه يعني زينب ها كثر متغيره وها كثر من هالسفر مهضومة. شافت مولاتي صرخت واخاه وعباسا أجابتها مولاتي وولدا وحسينا. صيح وولدا أم البنين وحسينا. أنا أريد أقرأ بعد بيت بيتين ختام حتى إن شاء الله الملة جزاء الله خير والله يحفظكم. أريد نبكي على الحسين وبكرة إن شاء الله وبعد بكرة باسم مولاتي أم البنين. بس أنا هالشكل أتصور لما قاعدين ومولاتي تنعى تنعى أخوها أبو فاضل لأن هي جاية من مصيبة وتلقيتها مولاتي أم البنين وصارت مولاتي هي تسلي غيرها. سألتها عن 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 أولادها وعن موقفهم تقلها يما أوين وانعى قبل ما الفجر ينطار ودليل من الهضيم يريد دليل من الهضيم يريد ينطار. يما يما شنتي بخدر بي عباس شلت بخدر بي عباس ينظر ولن بي ينعد وينسبي شوني
تدري يما وين اوين والناس ما تدري شوني وانا الحسرات يا يما شوني بعد شنتظر شتم شواني شواني حسين ونام بتراب الوطيب